الكابتن خطيب خلال الفترة السابقة الحقيقة وقبل المباراة، أو لا هو فيديوهات على السوشيال ميديا الحقيقة منتشرة جدا قبل وأثناء وما بعد المباراة، تنظيم أكثر من رائع ومتابعة دقيقة من كابتن محمود. كابتن الخطيب راح الاستاد قبلها بيوم، وقت قبل المران الرئيسي. استاد القاهرة. استاد القاهرة قبلها بحوالي 5 ساعات. اوكي. وتفقد الاستاد كاملا كاملا، بغرف الملابس، بالمدرجات، بالممرات. اوكي. وبعد كده قعد شوية في مكتب مدير الاستاد لحد ما جه تمرين الفريق ونزل مع الفريق. ده قبل الماتش بيوم. يوم الماتش، ماتش الساعة 8، كابتن الخطيب راح الساعة 4. اوكي. وبرضه عمل نفس الفكرة ونفس الجولة، وكمان تفقد الكاميرات اللي كانت الاستاد مليان كاميرات، فتفقد كمان الكاميرات اللي نقلة كل التفاصيل الصغيرة داخل الاستاد. مش عاوز اقول لكابتن اسلام ان هو ما سابش تفصيلة صغيرة الا وراقبها. النجاح اللي حصل ده، شات الاتحاد الافريقي بالشكل ده، سعادة متسبي وضيوفه بالتنظيم الرائع في نهائي دوري الابطال، حتى لو كان فيه حصل قصور في نهائي الكونفدرالية، ويحصل بعد كده التسقيف الرائع من الافارقه للتنظيم الرهيب اللي حصل ده، ده ما جاش من فراغ. صحيح. والناس بتتكلم اللي بتقول لك انه ده تنظيم الكاف، ده كلام مغلوط بالمناسبه. لانه الكاف بعد موضوع الكونفدراليه اتكلم في كل التفاصيل مع الاهلي، والنادي الاهلي تحمل المسؤوليه كامله. صحيح استعان بكل الجهات المعنيه، وده امر طبيعي جدا. طبيعي. لكن تنظيم كتنظيم في التفاصيل، وفكره المقصوره، تنظيم المقصوره، تنظيم الممرات، فكرة وضع قيود على أي حد دخيل إنه ممكن يقتحم المكان المراسم. صحيح. عشان كده شفت صورة أوروبية، احتفال الأهلي اللي موجود معانا دلوقتي في الخلفية يا كابتن إسلام، ده احتفال أوروبي. ده بتشوفه في أهم وأعتى البطولات. ده تشوفه نفس الصورة في نهاية كأس العالم في قطر 2022. صحيح. ما أعتقدش إنها تقل أبدا عن نهائي كأس العالم. ما فيش دخيل في الصورة نهائيا. ده كل التيم بتاع الاهلي، كل الاجهزه المعاونه في النادي الاهلي، كل اللاعبين، في كل اللاعبين، في وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. عشان كده الصوره دي لفت العالم كله بفرحه، والافارقه شيروها بفخر. الاتحاد الافريقي ركز عليها بكثير من الامتنان للنادي الاهلي، لانه لولا النادي الاهلي ودخوله في التفاصيل ما كانش يخرج للمشهد ده. حضرنا بطولات كتير، اعتقد ان اللي حصل في نهائي دوري ابطال افريقيا لا يقل عن اي مناسبه دوليه كبيره. ومناسبة الكابتن الخطيب، طالما ذكرت الكابتن الخطيب يا كابتن اسلام، سبحان الله، يعني هذا الرجل الرائع يشترك في ال 12 بطولة، وده أمر برضه ما بيحصلش في أي حد في الدنيا يعني. صحيح. 12 بطولة حققها النادي الأهلي، كابتن الخطيب موجود في ال 12، 2 لاعب، 82 و87، 2001 عضو مجلس إدارة، وبعد كده نائب رئيس النادي، وبعد كده رئيس النادي في 4 بطولات. دي ارقام مش طبيعيه يعني. الخطيب بطل دوري ابطال افريقيا 12 مره. ده برضو يؤكد على فكره المسيره الجيده الرائعه لهذا الرجل الفريد من نوعه، واعتقد انه تحمل الكثير. كابتن طيب. محمود الخطيب تحمل الكثير طوال مشواره، واعتقد ان هذه البطوله مكافاه له في المقام الاول. مش كتير بيذكره الا وقت اي تعثر، لكن واجب علينا جميعا ان احنا نبارك له على هذه البطوله. وكنت انا موجود معاك كابتن اسلام قبل كده، قبل البطوله، قبل نهائي دوري الابطال، وقلت ان كابتن الخطيب هيجي وقت ويتقال تفاصيل اللي تحملها هذا الرجل من اجل النادي الاهلي. فبنشكره على التنظيم الرائع وبنحييه وبنبارك له على الاميره السمراء.